شكرا للكابتن التبسي. اهلا بحضراتكم من جديد. انضم لي النجم الاهلي السابق، نجم جميل اللي انا بحبه جدا يعني على المستوى الشخصي، الكابتن احمد حسن استاكوز. اهلا بيك كابتن. اهلا وسهلا بيك يا كابتن. نفسي اعمل معاك حلقه تبقى جد كده، ما مش قادر. ولا انا قادر والله، يعني حلقه جد يبقى مش معايا. ايه استاكوزا يعني؟ ايه استاكوزا؟ استاكوزا دي كنت بلعب في نادي الجيزه. وكان النادي الجيزه على البحر. ما تقوليش بقى انت كنت تاكل استاكوزا كتير، مش عايزين على الناس اللي يعني. هبقى بكدب، الناس عارفاني، مش هكدب، مش هوصل للمرحله دي. بس انا كنت بصطادها بس، يعني بس ما كنتش بتاجر فيها. فطلع عليا استاكوزا. صدم فين؟ من على البحر، من النيل، مش اللي هو البحري ده، النهري. بجد؟ هو النيل فيه استاكوزا؟ مش استاكوزا، احنا مسمينها استاكوزا ميدو عادي يعني. والله بسال. لا والله هي حاجه شبه الاستاكوزا. بس احنا اطلقنا عليها استاكوزا يعني. ماشي. انا خايف. منور يا نجم. ربنا يخليك يا كابتن. شكرا يا كابتن. كله تمام؟ الحمد لله تمام. عندنا ثلاث مباريات اتلعبوا النهارده. قبل ما ندخل بقى في الاهلي والنجم والاجواء وندخل في الاهلي، يعني عندنا الاسيوطي والنصر 2-2. تمام. عندنا طلائع الجيش وطنطا 0-0. عندنا انبي ومصر المقصه، اللي هو الماتش اللي كان مستنيه يعني ناس كتير قوي يشوفوا الكابتن ايهاب جلال هيعمل ايه ضد مصر المقصه، هيعمل ايه في اول مباراه مع انبي. يعني لو طلع تعادل كانوا يقولوا كويس قوي، كسب المقصه 2-1 كابتن. تمام. يعني احنا كنا متوقعين الجديد، احنا كنا متوقعين الجديد في اداء انبي في ظل الجهاز الجديد. طبعا المباراه كانت صعبه بالنسبه طبعا للكابتن ايهاب جلال، لان المباراه ضد فريق المقصه يعني اعتقد ان الكابتن ايهاب جلال صنع تاريخه مع فريق المقصه، فتكون اول مباراه مع فريق المقصه دي طبعا كانت صعبه، بس نقدر نقول ان هو صنع جديد مع انبي، ودي خرج انبي طبعا من الفتره اللي فاتت دي. طبعا مش تقليل من الجهاز الفني اللي قبل كده، بس طبعا دايما كابتن ايهاب جلال معودنا على الاداء الجديد يعني، واداء هجومي اكتر، فالنهارده نعتبر دي حاجه كويسه لإنبي. يعني انا اعتقد ان إنبي يعني جاي، يعني إنبي عنده 6 نقاط من 6 مباريات يا كابتن احمد. احنا كده بنتكلم في هزائم وثلاث تعادلات، وده المكسب ده اللي هو نططهم ل6 نقط. لكن نتيجه طنطا وطلائع الجيش شايفها معقوله؟ طنطا يعني كمان انا شايف انها معقوله بالنسبه لطنطا والجيش، لكن انا بالنسبه لاداء طنطا الفتره الاخيره دي لا، انا كنت ممكن ابقى متوقع ان كانت طنطا تكسب النهارده، لان ادائهم مختلف طبعا. لكن طبعا انا مش عارف انت عرفت ان كان في عندهم لاعب اتصاب اصابه كبيره جدا النهارده. مش اتصاب يعني، هو وقع. وقع يعني ارعبت الجميع. ممكن تكون، انا كان معايا كابتن خالد عيد على التليفون قبل ما حضرتك تدخل، فسالته قلت له ممكن تكون، قال لي ممكن خدت من اللعيبه شويه، لكن انا كلمتهم وفوقتهم. لاعب وقع شبه اغماء، الدكتور شخصه انه عنده حاجه في القلب، راح عمره فحوصات الحمد لله. لقوا الموضوع الحمد لله يعني. والله يا كابتن دي تعتبر احنا مش، انا يعني طبعا هتكلم فيها في جزئيه ثانيه، الجزئيه اللي هي خاصه الجزئيه الطبيه في الانديه. طبعا انا مش شايف ان اللي بيحصل الفحوصات اللي بتحصل على اللعيبه دي يعني فيها اهتمام قوي يعني. انا كنت بتكلم والله. كنا بنعمل الحاجات دي طبعا، ما كانش في اي حاجه يعني، احنا كنا بنخش نعمل اللي هو كشف بالمجهود ده، خلاص ده اللعيب كويس. لا، انا بيعمل في مجهود عصبي وفي مجهود بدني وفي مجهود في الملعب عالي مش طبيعي طبعا، فالمفروض ان يتعمل فحوصات على قد مستوى مجهودك انت يعني. طبعا من الحاجات اللي بتخض جدا في الاصابات هي الوقوع بدون اشتراكات او اي حاجه طبعا، فهي يمكن دي اللي خضت الناس اكتر يعني. بس انا يعني اطمنا عليه الحمد لله ان هو دلوقتي احسن. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب ندخل بقى في الجو بتاعنا. اكيد الناس كلها مستنيه نتكلم على الاهلي والنجم الساحلي. تصريحات صدرت من وسائل الاعلام التونسيه يا كابتن احمد يعني بتستفزنا شويه، اللي هو يعني يا جماعه شوتوا على شريف اكرامي عشان شريف اكرامي عنده مشاكل. رايك التصريح بالظبط؟ البدايه مع جريده الصحافه التي تحدثت ان الكرات الثابته والتسديدات بعيده المدى. بص خلي بالك من بعيدة المدى. سيكون السلاح للنجم الساحلي من اجل هز شباك الاهلي في مباراه الاحد، لا سيما وان شريف اكرامي يعاني من ضعف في التعامل مع التسديدات القويه على حد قول الصحيفه. وانا طبعا انا مش عارف طبعا الكلام ده بناء على ايه، احنا بنتكلم في موقف يعني، بنتكلم على احسن حارس مرمى في مصر والموسم اللي فات واخد احسن حارس، بنتكلم على حارس مرمى دولي. غلطه بتحصل، مش معنى كده ان هو عيب فيه يعني. احنا بنتكلم في غلطه، وبعدين الكره انا مش شايف ان هي كانت تسديده اساسا. هو كانت كره عاديه جدا، وهو كان ماسكها مطمن قوي، فهو سوء يعني توفيق فيها أكيد، فسقطت الكره. مش معنى ان انا شوت عليها أكيد، بس اتمنى ان هم يعملوا كده يعني. اتمنى التصريحات دي انا قلتها كذا مره عشان توصل لشريف، عشان شريف بياخد من الحاجات دي يعني. احنا كابتن احنا على طول في المباراه بتاعه شمال افريقيا دايما متعرضين للنوعيه دي يعني من التصريحات يعني. لسه كان مباراه الترجي اللي فاتت لما كان
في المباراه لا ده انتوا ما عندكوش ابو تريكه، ابو تريكه مش موجود، وكانت النتيجه ان احنا رحنا وكسبنا واحتفلنا ورجعنا بالزبط. ومتاهلين للدور اللي بعديه، فان شاء الله باذن الله انا بعتبر دي دايما استفزاز خير يعني يا رب. صحيفه الصباح يا كابتن احمد بتقول صدمه تلقاها كابتن حسام بدري مدير فني الاهلي بسبب غياب حسام عاشور بسبب الاصابه. صدمه طبعا، بس احنا مش متعودين في النادي الاهلي في الحاجات دي يعني. احنا دايما بنلعب المباريات، المباريات بتبقى متطلبه لعيبه، اللعيبه موجوده، البديل في النادي الاهلي مش جاي بديل عشان خاطر هيلعب ماتشات وديه، هو دايما جاهز. في النادي الاهلي دايما اللعيب جاهز نفسيا وجاهز بدنيا، والنادي الاهلي دايما من الانديه اللي بتخلي اللعيب دايما في فورمه الماتشات، يعني زيه زي اللعيب اللي موجود في فورمه الماتشات، ماتشات وديه. احنا طبعا من خلال قناه النادي الاهلي احنا متابعين اللعيبه حتى في الماتشات الوديه، يعني احنا النهارده ما بقيناش عايزين ماتش انت بتجرب فيه عشان نحكم على اللعيبه، فاحنا عندنا ثقه في اللعيبه، اتفرجنا على ماتشات وديه كتير واتفرجنا على ادائهم، فاحنا عندنا ثقه ان شاء الله باذن الله ايا كان البديل، مش شرط يكون حسام عاشور بس، لا النادي الاهلي بدل اللعيب موجود في النادي الاهلي يبقى هو قد المسؤوليه من المباراه ان شاء الله. الانسب لحته الديفندرات دي مين؟ حس انت كنت تلعب اصلا في الحته دي. طبعا هي متطلبات مباريات يا كابتن، يعني انا شايف ان طبعا هو هشام محمد بيأدي المكان ده كويس قوي طبعا. هشام لسه انا بقى ايده لسه كمان فيها كبير، بس هو المفروض ان هو رجع هو بيلعب ستاند باي ومفيش اي مشكله، لكن ايده فيها كبيره. لا انا شايف طبعا، انا شايف ان في التغيير اللي حصلت المباراه اللي فاتت ربيعه، انا شايف ان اداء ربيعه هيبقى احسن، لان انا شايف ان المباراه هتبقى مباراه فيها حته دفاعيه كتير، وهستفاد من ربيعه على الاقل في الكور الثابته، انا هيبقى عندي ثلاث مساكين موجودين. واتمنى ان ربيعه يميل شويه ناحيه محمد هاني عشان يديله الثقه في الحته الهجوميه وفي الحته الدفاعيه. هنتكلم في الحاجات دي، يعني انت شايف ربيعه مع السوليه؟ انا شايف ربيعه مع السوليه. يعني ممكن الكابتن حسام يعمل كده، ولا ممكن يحط مثلا عبد الله السعيد صالح مش هيغامر؟ لا هو كده كده مش هيغامر، لان هو المباراه دي انت يعني مطالب منك انك تهاجم من بدايه المباراه، بس طبعا اكيد مش على حساب الحته الدفاعيه. أكيد. فوجود ربيعه في نص الملعب انا اعتقد ان ده يامن لك الحته الدفاعيه شويه، وهيدي ارتياحيه شويه للباك رايت والباك ليفت ان هم يزيدوا، على اساس ان في حد هيبقى بيغطي في الحته ديت، فانا يعني انا ارجح دي، يعني انا بتكلم ان هو سيناريو اختلف بدخول ربيعه، فانا هستغل ربيعه في المكان ده. حلو حلو. برضه ناخد اخر خبر كده تناولت الصحف التونسيه كابتن احمد، صحيفه الشروق بتقول ان الحظر سيكون شعار النجم الساحلي امام النادي الاهلي، مشيره الى ان الفريق التونسي سيخوض هذه المباراه بتوازن بين الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، مشيرا مره ثانيه الى صعوبه هذه المواجهه. يعني طبعا كلها بتبقى تصريحات عكس بعض شويه، يعني صعوبه، لا كمان هو قال لك ايه، صعوبه مهمه النجم، يعني دول اللي واقعيين شويه، الصحيفه دي واقعيه شويه. ما انا بقول لك عشان كده هو في تناقض شويه في حته الثقه، وحته ان احنا هنشوط كتير على شريف وهتشوط من بعيد، على اساس ان هو هيلعب بارتياحيه في المنطقه دي. لا في نص ملعب، وهيبقى في نص ملعب كويس، غياب حسام عاشور مش هي يعني هيقلل من دور لمسه لاعب بس، لكن في دايما الاجهزيه، في لعيب موجود هيلعب في نفس المكان وهينفذ نفس التعليمات في المكان دوت، فانا بالتالي انا شايف ان هم بيتكلموا حاجه وعكسها. الحاجه اللي هي مظبوط، هو طبعا مباراه صعبه، طبعا هو كان يتمنى يخلص المباراه من هناك وعارف صعوبتها هنا ايه، فانا شايف ان لا ان شاء الله باذن الله المباراه صعبه، وان شاء الله باذن الله النتيجه للاهلي باذن الله. يعني الفرحه اللي كانت يعني على وش اللعيبه التونسيه، لعيبه النجم الساحلي بعد هزيمه الاهلي 2-1 دي، كانت فرحه شفتها ازاي؟ شفتها ان هي فرحه ان هم كسبوا النادي الاهلي عشان كده يعني فرحانين قوي ب 2-1، مع ان 2-1 دي نتيجه في الكوره يعني تخوف قوي، يعني 1-0 يخوفك طبعًا. ولا فرحه ان هم عندهم ثقه ان هم يعملوا معاك نتيجه ايجابيه هنا بالالتزام الدفاعي بتاعهم، بالغلاسه بتاعه اللعب الشمال افريقي، طبعا دي لغه وارده في الكوره يعني. اوكي. باسلحتهم لا تضيع الوقت بقى، والابتزاز بتاع الخصم ومش عارف والكلام ده كله، شايف يعني الفرحه دي كان ايه سببها؟ يعني انا شايف طبعا كل اللي انت بتقول فيه ده كابتن ميدو، بس انا شايف ان هو مش بالثقه دي، لان هو اللي انت بتتكلم فيه ده مجرب قبل كده، وما يعني ما نفعش مع النادي الاهلي، فانا شايف ان هي مبدئيا فرحه المكسب للنادي الاهلي، دي نمره واحد. نمره اثنين. طب اخد تليفون ونتكلم، لان النقطه دي مهمه جدا. كابتن وليد هويدي مدير الكوره بنادي مصر المقاصه، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك، حضرتك ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. اهلا بيك يا كابتن. يعني انا عارف طبعا الوضع اللي نادي مصر المقاصه فيه، وعارف قد ايه انت زعلان، لكن معلش هي دي الكوره، واعتقد طبعا ان انتوا زعلانين ومش متوقعين هذه النتائج السلبيه يا كابتن وليد. والله يا فعلا يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل،
يمكن حضرتك يمكن احنا بيصادفنا سوء حظ رهيب سواء في مباراه المصري او في مباراه النهارده. احنا النهارده مضيعين بدون مبالغه لا يقل عن 6 اهداف محققين منهم كره في العارضه وكره يعني اصل عايز اقول لحضرتك بيصادفنا سوء حظ. لكن طبعا يعني سنه الحياه في غالب اكيد لكن يعني انا شايف ان احنا من كل ما يتم من مباراه لمباراه المستوى احسن يعني احنا وبنكسب لعيبه الحمد لله فوافي اول مره يرجع النهارده زي لاعب زي توني زي وليد عادل يعني الحمد لله بينقصنا طبعا يعني على الاقل والله كان التعادل يا كابتن النهارده او يوم ماتش مصر. هو اكيد كمان انت بتلاعب الكابتن ايهاب جلال يا كابتن وليد فعارف كل كبيره وصغيره في لعيبه مصر مقصه عارف يتعامل معاكوا ازاي يعني برضه ناديه كان حافظه وشاربه زي ما بيقولوا. صحيح حضرتك بتتكلم صحيح بس انا بقول لحضرتك على انا عارف المباراه أنا عارف. لو حضرتك اتفرجت على المباراه كنت يعني وطبعا اكيد قضاء الله لا ياتي الا بخير بس يعني يخيل لي ان يعني على الاقل كنا نطلع 100 عارفين النهارده ما كناش كسبانين. أكيد يعني يا كابتن وليد إن شاء الله المباراة الجاية يكون فيها إن شاء الله خير نادي مصر المقصة. لكن كابتن مؤمن مكمل ولا في أنباء إن هو استقاله أو قدم استقالته؟ والله ما الراجل ما قالش حاجة ولا يعني ده كله ما أنا عشان كده بسألك والله أنت عارف إحنا عندنا المواقع في ثانية. بالظبط لكن والله ما في أي حاجة حديثة أي حاجة حديثة. يعني يا كابتن وليد انا متعود منك على صراحتك المعهوده يعني هو سؤال لو شايف ان هو محرج خلاص انا بعفيك من الاجابه عليه. شايف ان الكابتن ايهاب جلال اثر بالسلب الملموس في ارض الملعب على مصر المقصه؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. وضع طبيعي يا كابتن ميدو ان انت بتغير. بقول لحضرتك انت قعدت 3 سنين مع مدرسه فنيه واتنقلت في مدرسه فنيه اخرى تختلف يعني بنسبه كبيره جدا. تمام. فبالتالي لازم تاخد وقت علشان توصل للانسجام وتوصل للفكر بتاع المدرب واللعيبه تستوعب وهو يوصل لمين اللي يبقى حضرتك. احنا في الخمس مباريات في معظم اللعيبه لعبت. تمام. وده راجع لقصه مده الاعداد لان احنا حضرتك انا ابتديت الراجل ابتدى 5-8 والدوري 3-8-9 فده يعتبر كله استكمال لفتره الاعداد. وطبعا ديت من الحاجات هو مظلوم فيها بالاضافه حضرتك ان معظم كان في لعيبه كتير كانت سايبه في لعيبه خلصت قبل الدوري ما يبدا بحوالي 3-4 ايام خلصت من انديتها يعني. تمام. بالاضافه لاصابات حضرتك اول مباراه يلعبها في وادي النهارده من بدايه الدوري لانه كان تمام. كان تمام. عامل عمليه. تمام تمام. كابتن وليد اخر سؤال اساله لك. انا عارف انت يعني زعلان ومتضايق طبعا على النتيجه لكن انت قلقان ولا في تفاؤل في المرحله القادمه؟ لا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه ان شاء الله هيبقى تفاؤل في المرحله الجايه باذن الله هيبقى القادم احسن للمقصه باذن الله. ان شاء الله كابتن وليد نتمنى ذلك. اكيد كده. يعني مصر المقصه قدمت عروض يعني ولا اروع من كده في السنوات السابقه ان شاء الله تستمر. والله انا عايز حضرتك تتفرج على ماتش النهارده او ماتش مصر. انا عارف والله انا عارف انا عارف انا عارف يا كابتن ان شاء الله كل التوفيق ليك. انت عارف انا بحب نادي مصر المقصه وبحب اداؤه يعني فان شاء الله كل التوفيق ليك كابتن وليد. شكرا لحضرتك. والفريق مصر المقصه ان شاء الله. انا اسف ان انا قطعتك يعني خالص. التليفون مهم كان لازم نعرف احوال نادي مصر المقصه وشكلهم ايه وقال لك ده مؤمن ممكن يقدم استقالته. انت عارف احنا بنصدق احنا ما بنصدق. قول احنا كنا بنتكلم على اسباب فرحه النجم الساحلي في او الفرحه المبالغ فيها قوي وهم 2-1 ونتيجه غير مطمئنه تماما. انا شايف ان هي مش مبالغ فيها خالص كابتن. يعني انت فايز على النادي الاهلي بطل افريقيا ايا كان حتى أيوة. في ملعبك بره ملعبك دي سببها اللي هو النادي الاهلي. دي نمره واحد. نمره اتنين اكيد دي هتخفف عليك من عبء المباراه اللي هنا في مصر. اكيد انت النهارده جاي ما بتلعبش على مكسب. انت بتلعب على يعني التعادل ممكن يخرجك نتيجه سلبيه او نتيجه ايجابيه. ان هو يلعب على مكسب ولا هو اللي هو يبقى خايف وقلقان ومقفل الاحسن بالنسبه لمين؟ بالنسبه لنا يعني للنجم. بالنسبه للنجم او الموقف اللي بتحط فيه النجم. هو كده كده ان شاء الله باذن الله هو في ازمه يعني. سيبك من سيبك يعني انا بتكلم بصفه عامه. انا اروح العب على مكسب طبعا ولا اروح ان انا بالنسبه للنجم بالنسبه لاي فرقه بالنسبه لاي فرقه لا انا بلعب على المكسب. صح. خاصه لما تكون الفرقه اللي قدامك عايزه تكسب. بالظبط كده لان كده هيبقى في مساحات كتير ان انا ممكن اهاجم منها. تمام تمام. يعني انا قادر يا كابتن ابقى جد معاك لانك انت صعب عليا قوي. والله لا انا عامل فيها جد انا اقول لا احنا جد واحنا ماشيين كويس اهو.
هو اكيد طبعا كل الناس عارفه دمك خفيف جدا حبيبي يا كابتن، لكن احنا بقى بنتكلم في ماتش الناس كلها يعني حاطه ايديها على قلبها، كل الاهلاويه انت عارف بطوله يا احمد غايبه من زمان، كاس عالم انديه كمان، الفيفا النهارده بقى بيبعت نادي الاهلي يعني حضر نفسكم وابعتوا لنا، بيبعت الاربع فرق لهم خير يا كابتن ان شاء الله باذن الله نبقى موجودين ان شاء الله يا رب يا رب يا رب. طيب يعني سؤال برضو، قلقان من ايه؟ من فريق النجم الساحلي. انا قلقان من الاطراف. الاطراف. ومن الكور الثابته. من الكور الثابته. هي سلاح عند دول شمال افريقيا. هي سلاح عندهم بالذات، هو بتبقى حاجه هو عارف ان هو اقل منك فنيا، ومش من السهل ان هو يعمل جمل تكتيكيه ان هو يقدر يخترقك بيها. فاسهل حاجه ان هو ياخد فاول على ال 18، سهل ان هو يعمل له خطوره. وهم مميزين فيها لان هم مركزين فيها. طب انت شفت فيها. انت شفت بقى القلق بتاعك ده في مباراه الذهاب؟ يعني انت شفت النجم فريق مقلق بالقلق اللي انت بتتكلم عليه؟ لا لا ما حسيتش كده. طب ليه قلقان بقى؟ قلقان لان هو هنا هيبقى تركيزه اكتر على دي، يعني هو ممكن هناك كان عنده الدافع والجماهير وكان بيهاجم كتير، وحته انك انت معكش جماهيرك كتير، طبعا جماهيرك دي سلاح كبير هم عارفينه كويس قوي. احنا معانا 50,000 جايين ايه؟ 50,000 جايين متحمسين جايين أنا كمان ايه؟ انت عارف بقى اللي هو جاي بقى الارض لو عطشانه، يعني احنا ما صدقنا نرجع المدرجات بقى مش هنسيبكم ثانيه يعني. ان شاء الله باذن الله اتمنى ان هم يرجعوا يا رب مبسوطين. انا اكتر حاجه عرفتني ان الدول شمال افريقيا عارفه قيمه جماهير النادي الاهلي لفريق النادي الاهلي كان مباراه الصفاقس. مباراه الصفاقس كان برغم ان كان الاستاد مليان وكان متحدد منطقه صغيره قوي للجماهير، الا وان كان حاطين الجماهير كانوا حاطينها عند الساعه فوق، ما كانش حتى عشان خاطر الصوت ما يوصلش. والصوت كان بيوصل. والصوت كان واصل. يعني الصوت كان واصل هناك، يعني هم عارفين قيمه جماهيرك. فانا اتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا ناكد لهم دي ان شاء الله في المباراه هنا باذن الله في وجود الجماهير 50,000. يعني بص هم يعني اللاهوني حاطط سؤال صعب قوي لانه بصراحه يعني طبعا هنقول 2007 عشان احنا كنا في 2007. لا انا ما مش هرد لو سؤال صعب مش هرد. اقول لك ايه الفرق بين 2007 ودلوقتي؟ 2007 في ايه؟ في الفريق 2007 نفسه؟ 2007 لا فاكر بس هو انت عارف استاكوزا بيحب يعني يرقصنا. 2007 السوبر. ايه الفرق؟ الفرق بين الفرقه الاهلي دلوقتي والاهلي سوبر 2007 اللي لعبناها ضد النجم اثيوبيا. اثيوبيا يعني انت جبت فيه الضربه، انت هو عايزني بقى اقول له ان انت جبت فيه ضربه الجزاء يا استاكوزا. انت مش عايز اللي هي العالميه اللي ايوه اللي هي العالميه دي على يمينه جامده قوي دي. كابتن مجدي عبد الغني كنت متقمص دور كابتن عبد المجدي عبد الغني. انا شايف تخيل يا كابتن، انا شايف ان في حاجات يعني قريبه قوي من المباراه دي. واولهم غياب لعيبه مهمه. انا فاكر في المباراه دي كنا بنلعب كان تريكا وبركات مش موجودين. تريكا وبركات كانوا ساعتها الاعمده الاساسيه في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. بالظبط. دي تكمله لكلامك كابتن، انت بتقول في لعيبه مش موجوده. طب ما هو هنا ما كانش في لعيبه، كانت لعيبه مش موجوده وكانت مباراه نهائي كاس سوبر افريقي وكنا بنلعب بره في اثيوبيا وقدرنا نكسب، لان الفكره هنا فكره ايه؟ لعيب النادي الاهلي دايما جاهز. يعني لعيب البديل دايما جاهز، وما عندناش مبدا ان اللعيب ده بديل. انت رايح النادي الاهلي عارف ان انت مستني فرصه، وعارف ان في النادي الاهلي ان صعب تجيلك الفرصه تبقى سهله، يعني انت مش هتلعب في مباراه عاديه، لان النادي الاهلي سواء في الدوري او سواء في افريقيا او سواء حتى في كاس مصر هو بيلعب لاخر لحظه وبيوصل على طول النهائي، فانت على طول تحت ضغط عصبي، فانت عارف الوقت اللي هيحتاجك فيه هو هيبقى وقت برضه لازم يكون عندك ثبات انفعالي فيه، ولازم تطلع قدراتك، ولازم الجماهير تتعرف عليك في ظروف كويسه يعني. فانا اعتقد ان شاء الله باذن الله ان بكره هيبقى كده. يعني اعتقد لو محمد هاني موجود او ربيع في نص الملعب يوم الاحد ان شاء الله. يوم الاحد مستعجل الماتش؟ لا 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 عشان خاطر احنا عايزين ماتش دلوقتي اساسا. بس انا بكره فاضي فهعرف اتفرج على الماتش. فاتمنى احنا نتكلم جد. والله انا بحاول. طيب فانا اتمنى ان شاء الله باذن الله يعني المكسب باذن الله والجماهير دي كلها ترجع مبسوطه يا رب يا رب. طب شايف الجماهير يعني قول لهم كلمه دورهم مؤثر قد ايه؟ 50,000 برضو بعد زي ما قلت لك بعد عطش إيه. ممكن تروح تطلع الشحنه اللي جواها قبل الماتش يعني قول لهم كلمه. لا انا ما اعتقدش، وبعدين خلي بالك ان الشحنه اللي هي قبل الماتش دي انا كمان ببقى موجود في اوضه اللبس، انا ببقى بشحن كمان حتى وانا جوه اوضه اللبس وانا سامع صوتهم في الاستاد، انا برضو بشحن لغايه لما بنزل الملعب. حلو. يعني مش معنى كده ان هم لما هيعملوا كده هيخلصوا الباور. انا عايزهم هم اللي يفضلوا شحنين. لا انا عايز اتشحن برضه. انا محتاج اتشحن. انت ما تنساش ان في ماتش الترجي الشحنه اللي خدوها في التمرين فرقت معانا ولحد دلوقتي. انت النهارده اي شحنه بتحصل، انا عجبني يعني تعليق الكابتن شادي محمد اللي هو بيقول لك ان ده بيشحن بطاريات اللعيبه فعلا. فاحنا محتاجين دي. وخلي بالك ان لو كان الجماهير عندها عطش
عشان اللعيبه عندها عطش انها تشوف الجماهير اساسا في الملعب. واكيد ده هيبقى دافع كبير للعيبه ان شاء الله باذن الله. كنا بنفتح شباك، فاكر الشباك بتاع استاد القاهره كنا بنفتحه نبص يعني بتبص وانت ماشي بالاتوبيس لما كنت تبص على الاستاد عشان تشوف عدد الجماهير وبتسمع. فانا عايز اقول لك ان من بدري قوي انت محتاج ده من بدري قوي. بس اتمنى طبعا الباور بتاعه ما يخلصش عشان لسه الماتش هيبقى فيه احداث كتير. الماتش 90 دقيقه كامله عايزين الجماهير فيها. يعني لو دخلت او كابتن حسام بدري بيبقى دايما محتاج اي نصيحه. يعني هو طبعا بيبقى عنده قراراته، لكن الجهاز الفني بيقول له كابتن مش عارف ممكن نعمل ايه، ممكن نلاعب مين، ممكن نقفل فين، ممكن نفتح فين، ممكن نبدا بوليد، لا نبدا مش عارف بحمودي، لا نبدا بالشيخ، لا نبدا عارف بيبقى محتاج يسمع. لو انت معاه ممكن تقول له ايه؟ انا اتمنى ان انا مبدئيا برغم اداء مؤمن المباراه اللي فاتت، لكن انا دايما بحب يكون مؤمن تغييره، لان دايما مؤمن بينزل بيعمل الجديد. يعني وجود وليد سليمان في البدايه، انا بحب وجود وليد سليمان في البدايه لان وليد عنده التزام في الالتزام تكتيكي في الملعب. يعني بيلتزم حلو، انما مؤمن ما بيلتزمش في المنطقه دي، دايما بتلاقيه بيتحرك في كل حته في انا ما اقصدش انه ما بيلتزمش يعني لاعب عشوائي، انا قصدي ان هو تحركاته دايما بتبقى مؤثره. ده وليد هو كان في النجم برضه. تمام اتفضل يا كابتن. فانا دايما برجح ان وليد سليمان يبدا في المباراه في الاول، لان هو التزام. انا دايما بقول لا، انا دايما انا بقول على مؤمن كده عشوائي ايجابي، عشوائي ايجابي ما هو اللي هو مش عارف هو فين بيلخبط وتلاقيه جايب جون وجاري، لان كل مساحه فاضيه هو بيبقى متواجد فيها وبيتحرك كويس قوي. فانا انت شفت الجون اللي جابه الماتش اللي فات؟ طبعا. ما تجيبوا لنا الجون يا بيبو كده، انا عايزك توصف لي فرحه مؤمن بالجول وقول لي كان عايز يعمل ايه بعد الجول. يعني هو عمل كل، عارف مؤمن عمل كل حاجه، عمل كل الرياكشنات اللي بيعملها اللعيبه بعد ما يجيب الجول. كان يعني شويه كده وشويه قعد ومش عارف يعمل ايه ولا ايه، كان ناقص يعني عايز يطلع تريكه، يعني كان ناقص الطياره بتاعت ابو تريكه دي كده ويبقى هو قفل الموضوع كله. بس انا طبعا قلنا الجون يا بيبو، الجون يفرح والله. يعني انت من وضعيه جسم، انت شبه مدي ظهرك للجون بلمسه واحده، اديت وشك وفنشت بشمالك، فطبعا الجون حلو يعني بالنسبه للعيب. بيلعب كان بيعملها على طول الكره دي، هو يوسع لنفسه وراح. مش انت اكيد؟ لا لا مش انا متعب. عماد متعب بيعملها على طول، كان دايما بيعملها في التمرين، بيعملها شمال ويمين شمال ويمين. ده الجول اهو، ده الجول اهو. يعني الناس احنا ما علقناش على دي خالص، واكيد ما حدش يعني بص مؤمن بص بدا ازاي. احنا بس حاجه فاني كده يا جماعه علشان بس ادي واحده خلاص، وبعد كده راح بقى قاعد ومش عارف يعمل ايه. بص يعني مش عارف هيعمل انهي واحده فيهم. بينوع ايه؟ بينوع. عمل ثلاث اربع حركات بس جون حلو، جون جميل طبعا. وكمان بشماله كمان وحاططها كمان راكنها، نموذج ووسع على نفسه كل ده في وان تاتش يعني. دوبك وسع على نفسه وحط هو بس نفسنا كنا نساله انت عايز تعمل انهي واحده فيهم في الحلقه. مش هتعرف ان هو مش عارف. هو نفسه مش عارف. تمام كنا بنقول وليد ومؤمن يبقى بديل، ومؤمن يبقى بديل. انت قلت عشان وليد ملتزم تكتيكيا، ووليد يعني مؤمن دايما بينزل بيعمل الجديد. طب بالظبط كده، البدايه يهمني يبقى كل واحد بيلعب عامل واجبات مركزه. مؤمن دايما بينزل زي ما احنا متفقين ان هو بينزل في المنطقه دي، دايما بيتحرك في الاماكن الفاضيه. تمام. طبعا ازارو طبعا انا لسه لحد دلوقتي انا مع وليد ازارو، انا حاسس ان هو عنده لسه الجديد. انا مع هو مقومات لعب كويس جدا. يعني هو كل حاجه كفيرود هي موجوده فيه. هو ناقصه الجون. هو بيتحرك كويس، هو لعيب بدنيا كويس، مفيش كوره ما بيشتركش فيها، سريع عنده سرعه ما شاء الله، سرعته عاليه، عنده قوه كمان، اسيست الاهداف كتير، ناقصه يترجم جون، ودي حاجه مهمه. بس مش قلقاني لانها تيجي، لكن الحاجات المقومات التانيه لو هي مش عنده يعني هي صعب انها تيجي. طب احنا معانا بقى يعني الكابتن الكبير جدا جدا يعني ولكل دماغه كوره، الكابتن دكتور طه اسماعيل. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا ميدو، ازيك يا حبيبي؟ يعني انا مش عايز اقول لك انا سعيد قد ايه بهذه المداخله يعني. الله يخليك حبيبي. ومعايا كابتن احمد حسن استاكوزا دكتور، بيسلم على حضرتك. الله يسلمك ويسلمك. ربنا كل سنه وحضرتك طيب الاول، ودايما بنسعد بحضرتك يعني في اي مكان بتتواجد فيه، ودايما بنسعد بارائك الفنيه كمان وكلامك اللي في الكوره في الصميم بصراحه. ربنا يخليك حبيبي. يعني يا دكتور اكيد كل الجماهير الاهلاويه يعني طالما حضرتك موجود يعني اكيد مستنيه روشته من حضرتك النادي الاهلي في المباراه المقبله النجم الساحلي. بقول لك ايه، هي المساله ما فيهاش روجيتات ولا كلام من ده. يعني شوف، النادي الاهلي على راس الجهاز الفني كابتن حسام بدري ومساعديه، وكلهم ناس محترمين، وكلهم ناس لهم خبرات كبيره جدا، وكلهم قريبين من الفرقه وعارفين امكانيات اللعيبه الحاليه الان، والحالات بقى اللي هتخف واللي هتقدر تدخل واللي كده.
فكل الامور ديت يعني هم ملمين بيها اكثر وما عارفين كل حاجه يعني مفيش مجال احنا نقول اي حاجه يعني سيب الناس تفكر كويس وما نشوشرش عليهم اي كلام قد يعني يعمل زي ما بقول لك شوشره يعني كلهم بيفكروا دلوقتي بعمق الايام اللي جايه دي بيومين ثلاثه لحد يوم الاحد وربنا سبحانه وتعالى يوفقهم ان شاء الله والنادي الاهلي طبعا يعني عنده الخبرات في مثل هذه المواقف الحاسمه اللي هي مواقف البطولات وقبل البطولات اللعيبه عندها الخبره الكبيره ازاي يعني تواجه الضغوطات خاصه بمثل هذه المباريات في ضغوطات كبيره جدا بتبقى دايما لكن اعتقد ان النادي الاهلي عنده من الخبرات الكبيره انه مر بمثل هذه الضغوطات كثيره سواء حتى الجهاز الفني يمكن الكابتن حسام بدري مر بيها طبعا هو مدير فني وكسب بطوله افريقيا سنه 2000 وكام معرفش اللي هي اخر مره هو كسب فيها لا اللي هي كسب فيها الترجي فيها 2012 اعتقد 2012 والحقيقه هو خد الفريق بشكل رائع جدا والفريق عمل رغم تعادله هنا 1-1 لكن عمل مباراه كبيره هناك بالظبط والنادي الاهلي يعني عاده ما بتفرقش عنده يلعب هنا ويلعب بره لان هو ده لها بجديه صحيح المباراه بتاعت النجم الساحلي ان هم فازوا علينا 2-1 وهنا محتاجين ان احنا نفوز باذن الله تعالى على الاقل 1-0 يأهلنا وممكن نفوز اكثر من كده فهنا انا شايف طبعا العمليه بتبقى عايزه حنكه كبيره جدا من المدرب لانه هتهاجم تخشى انك تفتح بالظبط هتدافع يبقى مش هتجيب جول بالظبط فهنا بقى ازاي تعمل التوازن اللي يسمح لك يميل الى الناحيه الهجوميه لكن مش بس تكون مامن نفسك بشكل كويس لان برضه فريق النجم الساحلي ما اعتقدش ان هو هيجي يلعب على 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 الدافع يطلع 0-0 ويتاهل مع 0-0 يتاهلوا اعتقد ان هو برضه هيبقى مبادر وعايز برضه ايه يعني يعقد الامور ان هو في مش ممنوع فيها هجمات مرتده ممكن يسجل فيها يعقد الامور بالنسبه للنادي الاهلي عشان كده انا شايف ان يعني المباراه في ادارتها اولا في اختيار الفريق ليست سهله هي محتاجه توفيق كبير جدا من المدير الفني موفق فيها انا ما اقدرش اقول لك ازاي لكن هي يعني بتبقى عنده الحدث وعنده الاحساس انه ده الشكل الامثل عنده اداره المباراه مهم جدا ان هو يديرها بشكل كويس جدا لانه المباراه دقيقه بدقيقه محتاج ان هو يكون حاضر في الملعب مع اللعيبه بالظبط وقاري بالظبط المستجدات اللي تحصل بعد شويه بعد كذا يبقى حاسس فيها هيقسم الوقت بتاع المباراه بشكل او باخر التاكتكس اللي هيعملها يبقى هو برضو مفكر في الموضوع ده كويس والتوفيق يخدمه في ان هو يعني التخطيط اللي هيعمله يمشي معاه بشكل كويس اكيد المهم انك انت بتخطط لكن في نفس الوقت برضه محتاج انك انت تبقى موفق اكيد ممكن هذا التخطيط يجيب نتيجه كويسه في البدايه ممكن انك تسجل يدي لك فرصه وطمانين انك انت تلعب بقى بشكل كويس لانك انت جبت الجول خلاص وبقيت اوريدي فايز 1-0 يبقى كانك تلعب مباراه جديده مع الفريق الثاني في انسى الجول ده وبلعب بقى من جديد عايز اكسب وهو عايز يكسب هي انا شايف ان العمليه يعني محتاجه توفيق ربنا سبحانه وتعالى للتدريب الفني في اختيار التشكيل الامثل في اداره المباراه بشكل كويس التغييرات اللي هو يقدر يعملها برضه في التوفيق في تحكيم يكون عادل يدي لك حقك حاجه مهمه جدا فعلا التوفيق التوفيق في انك انت يعني لعيبتك ما يوصفش حد اثناء اللعب وتدخل على كامل اللعيبه بتاعتك ما يحصلش حد لا سمح الله طرد ولا كذا يعني دي كلها عوامل بتبقى في اليوم بتاع المباراه بيبقى ده يوم سعادة لما كل الامور دي تبقى معاك بالظبط موفق في التشكيل بتاعك موفق في انك انت فرص اللي بتجيلك تستغلها موفق في انه الحكم اللي بيجيلك حقك وما يجيش عليك حتى طبعا مش هيجي عليك بعمد احيانا بدون عمد انما ممكن ان هو اي قرار يعمل ده قرار خاطئ او كذا فبرضه كل الامور دي لما انت موفق فيها بقى هو ده يساعدك وده اللي يعني نتمنى باذن الله تعالى الجماهير هيبقى لها دور كويس جدا في مؤازره اكيد يا دكتور اكيد لانه لازم ملعب يتملي زي المنتخب اكيد 50,000 ان شاء الله يملوا الاستاد ان شاء الله دكتور طه لحظه اتفضل يا دكتور
يعني اللي حضرتك شفت المباراه السابقه. اتفضل. اللي حضرتك شفت المباراه السابقه الاهلي والنجم في تونس، كان قلقك اداء النجم ولا المباراه تبقى مختلفه من حيث الاهداف ومن حيث النقاط اللي هيلعب عليها النجم الساحلي؟ شوف، هو يعني مباراه النجم ملخصها يعني في ثلاث اربع حاجات. نمره واحد ان هم يعني احنا ما قدرناش نضغط عليهم الضغط الكافي، خاصه في الهدف الثاني. ثاني تسديد. تمام. يعني ما ينفعش ابدا واحد اديله فرصه يمرجح رجليه ويفضل يتنطع وبعدين يشوط. تمام. يعني في الكوره دايما من اول اسباب الاهداف اللي في الضغط على الراجل المساحات. تمام. اللعبه دي كان قريب منه لعيبه. يعني كان قريب منه السوليه، قريب منه، معرفش، لازم اضغط عليه. زمان كنا واحنا بنعمل في التقسيمات نضحك على بعض ونقول مثلا والله ده ميدو ما بيشوطش كويس، ونقول له ايه؟ ما تخلوش يشوط في التقسيمه. تمام. يشوط. تمام. دي حقيقة. لا، هنا هنا بقى يمكن هي الشوط اللي هديك جول. ما اقولش والله ده ما بيعرفش يشوط سيبه، لا، يمكن دي لازم واحد هيجي يرفع، لازم اعمل بلوك، يمكن ده الاوفر ده اللي هيجي الجول. ما فيش دي الدقائق الصغيره، التفاصيل الصغيره يجب ما يغفلش عنها البني ادم، لانه ممكن تكون التسديده هي اللي هتيجي جول، ممكن الاوفر ده هو اللي هيرفع وهيجي منه جول. عشان كده الحاجات الصغيره دي لازم اللعيبه كلها تبقى صاحيه. الحاجه الثانيه برضو في المباراه ضيع الفرص. يعني في المباريات ديت ما تحتملش ضيع فرص كتير. يعني انا بقول لك فرصتين لازم اسجل منهم. ودي كانت مشكله برضو، ان احنا يعني ما زال المهاجمين بتوعنا قليلين على الجول، خاصة أزارو، يعني ما هوش موفق الفترة اللي فاتت في كل الفرص اللي بتجيله، وربما دي برضو يعني كابتن حسام بدري برضو أصر إن هو يديله في المباراة بتاع الدوري علشان يكسب ثقة. حضرتك شايفه إزاي يا دكتور أزارو؟ والله شوف، أنا هقول لك على حاجة، أنا أشوف المهاجم يجيب أجوال بس، يعني لما أجيب مهاجم بتعاقد مع مهاجم، بتعاقد معاه علشان يجيب جوال. يجيب جوال يعني ايه؟ يعني بقى عنده خبرات ومهارات في الانفراد، اقدر انفرادين اجيب منهم جول. تمام. تسديدتين اجيب منهم جول. وبيقاس اي مهاجم في العالم باهدافه، بكام هدف من كام فرصه. تمام. يعني يقول لك ميدو ده مثلا بيجيب جول من كل فرصتين. تمام. ده الكباسيتي بتاعه. تمام. معروف. حسام حسن قعد 2003 ل 2010 2093 ل 2000 كنا بنكسب 1-0 بالظبط، جول ريجولر بالظبط. فمعروف ان هو بيجي له فرصتين بيجيب منهم جول. فلازم المهاجم يبقى عنده. اكيد. طبعا دي مشكله عندنا، ان بيجي فرص، يعني في انفرادات حصلت في مباراه الترجي، انفراد من النص الملعب بالظبط صح، انفراد في مباراه النجم الساحلي من اتطرفت سابها لحد ما اتطرفت. هنا المشكله، المباريات ديت مش بدايه تحتمل، عشان كده انا بقول ربنا سبحانه وتعالى يوفق يا رب يا رب، لانه التوفيق في الفرص هي المباراه، خد بالك ممكن تلعب وتعمل وتستحوذ كل حاجه، يبقى يمنى، مهم جدا انك انت تبقى في يوم لوحدك، ان لما يجيلك فرصتين تسجل منهم. انا متاكد ان اللعيبه عندهم الثقه باذن الله تعالى، وعندهم الدافعيه، وعايزين يبسطوا هذه الجماهير الكبيره، وعايزين يحققوا ناديهم حاجه كبيره. بقالنا مثلا 3-4 سنين ما كسبناش البطوله دي. ان شاء الله بامر الله تعالى يعني نكون موفقين فيها ان شاء الله. وندعو لكل الناس للجهاز الفني، وندعو اللعيبه والجماهير، ان يكون ده هو يوم سعد النادي الاهلي باذن الله تعالى، وسعد مصر كلها. يا رب يا رب. يا دكتور، الحديث معاك بيبقى ممتع جدا في الكوره، لكن للاسف يعني وقتنا يعني قرب على الانتهاء. دكتور طه اسماعيل طبعا يعني الفقيه الكروي الكبير متعنا بهذه المداخله الجميله جدا، شكرا جدا كابتن طه اسماعيل، حاجه جميله. اه طبعا، حاجه جميله. انا قلت له دي روشته، اي مش هينفع اقول روشته، بس ادي روشته يعني، مش عايز اقول لك معلومات بصراحه، حاجه جميله قوي. اه طبعا يا كابتن. احنا كنا فين بصراحه المكالمه انا خدتني؟ احنا كنا فين؟ احنا كنا في لو كابتن مكان كابتن حسام هتفكر ازاي؟ احنا طبعا رجحنا وليد
وقلنا ازارو يبدا طبعا، مع احترامي طبعا للكابتن طبعا، الكابتن طبعا وجهه نظره سليمه طبعا للفروق اهداف وعايز يخلص الدنيا. هو هنا الكابتن بيتكلم في ان هو اكيد لو في توفيق في على الجون اكيد هيخلصنا من ضغط عصبي كتير في مواقف كتيره، وكان ممكن يكون في فرق ان شاء الله باذن الله يا رب. ممكن يكون هيجيب في الاصعب، فانا اتمنى يا رب يعني يوفق في الاصعب ان شاء الله باذن الله، وبالنسبه لي الاصعب اللي هو يوم الاحد ان شاء الله باذن الله. يعني كابتن احمد اتعاملت مع كابتن حسام بدري؟ طبعا اتعاملت معاه، لكن انا عايز رايك في المباريات اللي هي بتبقى مصريه، كابتن حسام بدري بيشوفها ازاي؟ الشخصيه العامه مع اللعيبه بتتعامل ازاي؟ والله يا كابتن هي الفتره دي بتحتاج معالجه شويه، معالجه المعالجه النفسيه في الفتره دي اللي هي التهيئه، وخاصه في ظل وجود لعيبه لسه اول مره ليها هتبقى مباراه، ومباراه صعبه. سيناريو المباراه صعبه طبعا زي ما الكابتن قال دلوقتي طه، طبعا انت عايز حاجتين والحاجتين يعني صعبين مع بعض، انت عايز تحافظ لان اي هدف يجي فيك طبعا هيقلب لك حساباتك جدا لا قدر الله بالظبط، ومحتاج تجيب جون من بدري. فالاثنين مع بعض طبعا هتبقى فيها صعوبه. انا اعتقد ان الكابتن حسام هي اول مفاتيح انك انت تبقى مباراه هجوميه او بتفتح لنفسك انك انت تجيب جون من بدري، انك انت تبتدي تزود شويه من باك رايت وباك ليفت، انك انت تبتدي تعمل زياده عدديه شويه من ناحيه في الحته الهجوميه، هتدي شويه حريه تمام، يعني سواء لعب هنا في المكان دوت عبد الله السعيد او سواء لعب صالح جمعه اكيد هيديله هنا حريه على اساس ان يبقى في زياده عدديه دايما في الهجمه. اعتقد ان الديفندرين هيكونوا ثابتين شويه، يعني انا اعتقد ان الديفندرين هيبقوا ثابتين عشان خاطر هتبقى دايما في مساحات، الحته دي هتبقى دايما في مساحات في يعني دي مساحات للاطراف على حساب الديفندرات اللي هي غطي يمين غطي شمال، يبقى عندك يعني حد سد منيع بالظبط كده بيشيل ورا الحاله الهجوميه اللي هي نقول عبد الله السعيد لو لعب، او الرباعي الهجومي بالاطراف الاثنين، يبقى في برضه هو البالانس في حته من الحته الهجوميه والحته الدفاعيه. اتمنى نركز شويه بس في حته التسديد، يعني انا شايف ان حته التسديد دي بعيده قوي، برغم ان احمد فتحي المباراه اللي فاتت دخل في المكان دوت. التسديد ميزه التسديد هو دايما الحاجه اللي هي بتبقى فيها مفاجاه، هي دايما المفاجاه بعيده عن ان انا بلعب من على الطرف او بعيد عن ان انا بلعب من على العمق او ببني هجمه. ما اعتقدش ان يا احمد بيبقى عندنا مساحات للتسديد او فرص التسديد زي ما كابتن طه كده اسماعيل قال وما بيسددوش، يعني الفرقه دايما بتعمل لك الف حساب ان هي مقفله لك مساحات التسديد دايما، لكن لو في فرصه طبعا بتفق معاك تماما اكيد دايما. بس ما تنساش برضه يا كابتن انت عندك اللي يقدر يعمل لنفسه دي، يعني هو صالح جمعه هنا بيشوط بشماله وبيمينه، ودي من اللعيبه القليله اللي بيعمل اللي عنده الجزئيه دي. عبد الله السعيد ممكن انا اللعيب هو مش وارد تتحط في موقف انك انت بتزق بتتخطى لعيب او بتعمل فين بتفتح نفسك وبتشوط تخلق لي مشكله دي في ثانيه. ومفيش فريق يا كابتن ينفع يبقى قافل، انت مثلا بتلعب من على الاطراف مش هينفع يبقى قافل الاطراف والعمق في نفس الوقت، اكيد هتبقى حاجه على حساب حاجه. انا لو داخل عشان اشوط بيقفل عليا على ال 18 لازم الاطراف يبقى في حد المفروض ان هو بيتحرك او حاجه، فانا اتمنى يبقى في تسديد. انت شفت المباراه اللي فاتت شاط من بعيد كان في توفيق فرحت يعني بالظبط، احمد فتحي يعني معروف بتسديد حل، فهي انا شايف ان هي بتبقى حل برضو جنب زياده الاطراف، انا شايف ان حل شويه ان احنا نشوط من العمق. يعني تقول لأزارو ايه او تنصحه بايه؟ انا ادعي له ربنا يوفقه. بعد ده احنا كلنا من مصر يعني بلاش مصر كلها، اصل هقول لك حاجه اكيد انا مش هقول له، اكيد الكلام ده اتقال له من كابتن حسام، ركز شويه اللعيبه ليها دور يا احمد، اللعيبه اللي معاه في الملعب ليها دور، ليها دور بس مش مقصره فيه. يعني ليه دور ان انا صابر عليك ده دور، ليه دور ان انا بوصلك كتير ما هو ده دور، ليها دور ان انا ما بلومش عليك بعد ما بتضيع طب ما هو ده دور. حلو. انا شايف ان هم كلهم قايمين بيه، انا ما شفتش لعيب مثلا بعد ما هو ضيع فرصه وفي مباراه مهمه جدا وفي وقت مهم جدا لعيب مثلا عنفه، ما فيش، انا ما شفتش دي في الملعب. فانا شايف ان اللعيبه بتأدي الدور الطبيعي، هو لعيب بيتحرك فلازم اديله، هو بيتحط دايما في مواقف هو بيتحرك كتير قوي، وعايز اقول حاجه برضو يعني معنى ان اللي جنبه بيجيب جون اكيد هو بيخلق مساحات بالتحركات دي ليهم اكيد بصراحه وتحركات وحاجات على اعلى مستوى، فانا اتمنى له ان هو يوفق بجون بس عشان خاطر نخلص من العقده دي ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه، فاتمنى المباراه الجايه تبقى بدايه لي يا رب يا رب يا رب. نورتنا وشرفتنا نجم كابتن ميدو، ربنا يخليك انا مبسوط بس حسن ما كلام مهم جدا، عايز ساعات شويه كمان والله لو عايز ساعات شويه كمان يا سلام، ربنا يخليك يا كابتن انا هقعد معاك بعد البرنامج، نقعد شويه كمان، اقعد معاك بعد البرنامج شويه كمان. يعني قول لي طيب اخر حاجه توقعاتك للمباراه، هتكون هجوميه من الاهلي في الاول، الاهلي هيحرص شويه، النجمه يبقى محرص قوي في الاول، النجمه يعمل مفاجاه الاهلي ويهاجمه؟ انا اعتقد ان الفرقتين في البدايه هيبقى جس نبض، الفرقتين دارسين بعض كويس قوي،
والفرقتين عارفين هم عايزين ايه في البدايه، بس هيبقى جس نبض للعيبه الموجوده الجدد اللي هيبقوا موجودين في الملعب. اكيد طبعا انا هم مش عارف اداء طبيعه لعب محمد هاني او طبيعه لعب ايا كان اللي هيبقى بديل في نص الملعب، فاعتقد ان هو هيبقى المباراه الطبيعيه اللي هي المباراه اللي زي دي هيبقى اول ربع ساعه هيبقى جس نبض، بس اعتقد ان بعد كده النادي الاهلي هيهاجم باتزان دفاعي، يعني هيبقى برده في الحته الدفاعيه هتبقى مقفوله، واعتقد دي اللي هيقوم بالدور ده الاثنين الديفندرين اللي هيبقوا موجودين، بس اعتقد ان احنا هنهاجم ان شاء الله كده يعني ويا رب ونكسب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله كده تيجي بعد الماتش كده ونبارك في كل شيء حلو يا رب ان شاء الله. نورت وشرفت يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن، انا سعيد اني كنت معاك جدا النهارده. ربنا يخليك. دي كانت اول فقراتنا مع النجم الجميل كابتن احمد حسن استاكوزا. نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام النقاد الرياضيين الناقد الرياضي احمد الشامي والناقد الرياضي اسامه دهبس. فاصل استنوا.